الموسم عندك طلع اي مضبوط، مظبوط. النبات ده من وين جبته؟ ما في هذا ما في شو زي ما هذه البودرة زي ما قلت، هذا من الفحال اللي يكون موجود عندنا، ومن احسن واجود اصناف الفحال ننتقيها احنا علشان نخزنه للموسم الجاي. علمني كيف طريقة تخزينه. طريقة تخزينه طبعا هذا إلى طريقة خاصة. أول شيء تشيله من نفس الفحال وتنفضه من نفس العدق هذا اللي هو فيه، وتاخذ البودرة، البودرة تجففها طبعا مدة يومين ثلاثة ممتع. عن الرطوبة. عن الرطوبة، لأنه بيكون في رطوبة. لما تجففها وتشوفها زي البودرة ده يطير خلاص، ما في ماي ما في رطوبة، تحاول إنك تجيب لك غرشة قزاز وتطرحها فيه وتسكرها. لما تسكرها تطرحها في الثلاجة عن أي ظروف بيئية خارجية لا يتأثر، لأن هذا النبات هذا بسرعة يتأثر من رطوبة من ماء. لما تطرحه داخل القزاز على طول ينحفظ لك، هذا للموسم الجاي.